بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصيلا، أي دائمون على تنزيه الله من كل نقيصة وكل عيب. نأخذ الآن بحول الله نقرب أن نأخذ المقاربة لآية واحدة من سورة الزمر لرم، والآية السادسة هي في ذكر خلقنا ومراحل خلقنا، وتحدثنا في مراحل الخلق عدة مرات، لكن الآن مش نطلع على أمور مخالفة لما سبق. منها خلقكم من نفس واحدة، منا قاربناها عدة مرات، ثم جعل منها زوجها كذلك زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هذوم تلقاه في سورة الأنعام لبيتا، يعني تلقاه تقريبا من آية 136 إلى تقريبا أربع آيات من السورة هذه، أربع آيات فيها تفصيل الثمانية أزواج. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ولا ثمانية هي ناقة، والذكر ناقة والأنثى ناقة، والبقرة كذلك، والأغنام والمعز، والله أعلم، أنا لنذكر هذا. يخلقكم في مر شو انت تصور شو مش اخلاقكم ترى شو بلا اللي خداش القرآن يعني هكا ينشطك على الاطلاع على دقائق الأمور. يخلقكم تخلق بنا آدم في غير ما خلقنا نحن، احنا خلقنا طريقة نتوارثها، وبنا آدم هو مخلوق من جنس الأدمي إن صح التعبير، نعود إن شاء الله.